بباولو روبرتو انسيني. نفس الكرة طويلة بلوتي، استلم استلم، اوه اوه، اول الاهداف، اول الاهداف، يا كرة يا كرة يا ماكسي يا بيريرا، يا ماكسي يا بيريرا، فرحة أولى للسكوادرا أزورا، أول الأهداف بصدره، بس هي هي اللمسة، هي اللمسة، تحرك ما فيهاش راية، ما فيهاش راية، بيلوتي استلمها وبيريرا، بيريرا عجبته، بيريرا من حلاوتها جميلة الاستلامة، جميلة الاستلامة، ما كدبش خبر، دخل حط الأولاني على طول، أول الأهداف، وموسيليرا مش مصدق، بيلوتي استلم ودخل على طول، ولا اللي بيلعب معاه، ولا اللي بيلعب معاه، فرحة كبيرة لأندريا بيلوتي، قال له حلوة حلوة يا بيريرا، حلوة يا بيريرا، كتر من الكلام ده يا بيريرا. ريز مانولو جابياديني اللاعب السابق لنابولي اللي قعد طول الوقت طول الوقت، يا مانولو يا مانولو، في أول لمسة دخلوا في بعض، دخلوا في بعض في منتهى الخطورة، هيلعب إزاي جابياديني؟ هيتصرف إزاي؟ مانولو جول 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 يا إيدير، هدف تاني يا إيدير، من أول لمسة، من أول لمسة، يا كورة يا مانولو، طب ما كان من بدري، كان من بدري يا فنتورا، كان من بدري يا جبياديني. اعتراضات بالجملة في الملعب، بيطالبوا بإيه؟ بيحاولوا يقنعوا حكم اللقاء بإلغاء الهدف، لكن إيدير إيدير وفي لمسة خبطوا في بعض، دي ما فيهاش حاجة، دي ما فيهاش حاجة، هنا اتصرف إزاي؟ هنا اتصرف إزاي؟ قبل الحارس؟ لا لا، ورا الحارس، ورا الحارس، لانه الحارس المرمى لازم يكون على الخط ومعاه لاعب اخر، لكن ايدير ورا الحارس، هي المطالبات بالتسلل ولا لمسه اليد؟ الكادر يبدو 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 فيها شيء، لكن لكن ايدير ايدير مارتينز يسجل الهدف الثاني، تعادل مع المانيا، الفوز على سان مارينو. شعراوي بيجري في المساحه الفاضيه، استلامه في المساحه جميله من شعراوي، يلا شعراوي، يلا يا ولد يا ولد يا ولد، اوه ضربه جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء، لبسها له، لبسها له، قشرها له، أكلها له، وهيئها له، وقال له تعالى تعالى ورايا، تعالى ورايا يا خيمينيز، تعالى ورايا يا خيمينيز، فيك إيه النهاردة يا خيمينيز؟ واكل إيه النهاردة يا خيمينيز؟ عدى عدى طبعا، ضربة جزاء واضحة وصريحة، واضحة وصريحة، فرصة التريبليتا، فرصة الهدف الثالث للسكوادرا أزورا، مين اللي هيسدد؟ دانييلو دي روسي كما سجل في مرمى اسبانيا، الان دانييلو دي روسي على استعداد لتسجيل الهدف الثالث من ضربه الجزاء. موسيليرا بكل التركيز وخبره السنين في الكالتشو، دي روسي جول 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 جول، هدف ثالث، هدف ثالث، ثلاثه ايطاليا، فيلا ايطاليا في ملعب اليانز ريفيرا، ثلاثيه ل أولاد فنتورا اليوم، إيطاليا بكل الجمال دخلوا في الموضوع على طول، ستيفانو شعراوي ودي روسي بكل هدوء، بكل هدوء، دي روسي بكل انضباط، دي روسي بكل ثبات، دي روسي سولو كابيتانو، دي روسي في لقاء اليوم، ثلاثة إيطاليا، خلاص أعتقد دخلنا